استنى بقى استنى استنى انت ايه بقى مشكلتك هنا بقى؟ العمود ده لو وقع يقع على القلب الطالب بتاع المدرسه التجريبيه دي، كلهم اطفال بيطلعوا يلعبوا عليه وهيقع عليهم. وبص نتج على حد يا دوبك بيتنسل هنا يقع يقع. كلمت المجلس قالوا استنى يا حبيبي بس حبيبي الكهرباء قالت لا ده تبع المجلس، المجلس قال لا ده تبع الكهرباء مش عايزين يعملوه، وجم بتوع الكهرباء شالوا السلك بتاعه ورموه عند بتاع العصير اللي جنبي. والله انا بنعمله واحنا عايزين نشيله عشان ما يقعش على حد، مش مهم حتى ينور. غلبنا فيه كم مره نقول لهم في مجلس المدينه يقول لك كل يوم هنبعت حد يعمله، بقى لنا شهرين ما حدش جه عمل. ورحنا الكهرباء يقولوا بتوع مجلس المدينه اللي هيجي يعملوه. زي ما انت شايف المدرسه قدامه خايفين اي حد يدوي على اي حد من العيال يموته. حتى لو مش عايزين يشغلوه ينزلوه على الارض مش عايزينه يشتغل. واحد طالع عايزين يشيلوه